السلام عليكم مشاهدينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث. هذه الحلقة سنخصصها للوقوف على تطورات ملف المختطفين في سجون الميليشيا والتقرير السنوي الذي أصدرته رابطة أمهات المختطفين. إذن مشاهدينا، أعلنت رابطة أمهات المختطفين توثيق اختطاف أكثر من 5300 مواطن على يد ميليشيا الحوثي. وقالت الرابطة في فعالية بمناسبة إشهارها في تعز، قالت إن أمانة العاصمة تحتل المرتبة الأولى في قائمة عدد المختطفين بما يزيد عن 1000 شخص، تليها محافظة دمار ب689 مختطف. وسجل تقرير الرابطة 19 حالة قتل تحت التعذيب في سجون ومعتقلات الحوثيين في محافظات إب والحديدة ودمار وصعدة وحجة. نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: إلى متى سيظل هذا الملف بعيدا عن دائرة الاهتمام الدولي والرسمي؟ وما هي السبل المتاحة لرابطة أمهات المختطفين من أجل إظهار هذا الملف أمام الرأي العام الدولي؟ قبل النقاش مشاهدينا نتابع هذا التقرير. ليست الحرب وحدها من تبقي على سجلاتها مفتوحة لتدوين أعداد القتلى يوميا، هنالك أيضا سجلات مفتوحة أخرى، وهي أيضا جزء من حرب الميليشيا على اليمنيين أو إحدى تبعاتها. الحديث هنا عن ملف المختطفين، عن آلاف غيبتهم الميليشيا عن الحياة الطبيعية وذهبت بهم إلى ما وراء الشمس وربما إلى ما وراء الحياة. هذا الملف يشبه نقطة سوداء كثيرة هي أبواب الدخول إليها ولها مخرج واحد، فالدخول إلى هذه البقعة يشبه وضع أول خطوة على عتبات الموت، أما الخروج منها فوداع حزين ونهائي. قد يتدخل المال أحيانا لعودة أخرى إلى الحياة، وما أندر الحالات التي يتدخل فيها المال. الشاهد هنا ما تضمنه التقرير الأخير لرابطة أمهات المختطفين الذي حمل زيادة كبيرة في أعداد من ولجوا إلى منافي الميليشيا. بحسب التقرير فقد بلغ عدد المختطفين 5347 مختطفا في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيا، احتلت الأمانة فيها المرتبة الأولى، تلتها دمار فحجة فالحديدة فعمران وباقي المحافظات. هؤلاء الذين تضمنهم التقرير لا تهم واضحة لهم، فالأمر خاضع لأمزجة مشرفي الميليشيا، وقد يكون من تم اختطافه صحفيا أو ناشطا أو حتى سياسيا، كما هو الحال مع القيادي في حزب الإصلاح محمد قحطان الذي تصادف اليوم الذكرى الثالثة لاختطافه. إذن مشاهدينا، أرحب بضيوفي من فيينا. معنا مدير وحدة الرصد في منظمة سام للحقوق والحريات، ومن تعز تنضم إلينا عضو رابطة أمهات المختطفين السيدة أسماء الراعي. أبدأ معك سيدة أسماء، مساء الخير. أهلا بك سيدة أسماء. لو بدأنا من حيث مستجدات التقرير، ما أبرز ما تضمنه هذا التقرير؟ تقرير الرابطة ل2017 كان مضمن بأعداد المختطفين والمخفيين قسرا ومن قتلوا تحت التعذيب أو من قتلوا تحت استخدام، بالإضافة إلى الوقفات والاعتداءات على الوقفات والبلاغات الصحفية واللقاءات بالشخصيات الدولية. نعم، كيف توصلتم إلى هذه الإحصائية؟ كان عن طريق تواصل البحث الراصدات، كذلك وجود احيانا الامهات امام السجون بست مختلف الطرق. نعم، إذا سيدة أسماء تكرمي بالبقاء معنا. نعود لضيفنا من فيينا مدير وحدة الرصد في منظمة سام للحقوق والحريات السيد توفيق الحميدي. سيد توفيق مساء الخير. مساء النور، مساء النور أخي الكريم لك ولضيفتك ولجميع المشاهدين. أهلا بك سيد توفيق. يعني أولا، كيف تنظر إلى نشاط رابطة أمهات المختطفين؟ بالنسبة لنشاط رابطة الأمهات في حقيقة الأمر هو جهد كبير
ونحن في منظمة صرف التقرير 2016 أشرنا إليه بأنه ضمن الأفعال أو ضمن الأنشطة الغير تقليدية التي ظهرت بعد أن غلقت ميليشيات الحوثي كافة المؤسسات ربما الحقوقية والمدنية المهتمة بشؤون المعتقلين والمخفيين قسرا. وبالتالي يعتبر هذا الجهد جهد استثنائي وجهد جبار، يعمل بطرق غير تقليدية، يوثق لحالة زمنية وسياسية واجتماعية وقانونية ستشهدها الأجيال، وبالتالي وجد له صدى غير عادي، خاصة وأنه صادر من أمهات وأقارب وذوي المعتقلين الذين يعانون الآلام والآلام الكثيرة، وبالتالي هو جهد كبير وكبير جدا. نعم، لكن سيد توفيق، يعني لماذا لا تتعامل المنظمة مع ما تقوم به الرابطة؟ أي منظمة؟ منظمة سام. لا، نحن لدينا راصدين على الأرض ولدينا تقرير خاص سواء سنوي أو شهري لكل منظمة، منهجيتها وتقاليدها وآلياتها. نحن في على سبيل المثال برغم التقرير الذي صدر إلا أنه لوحظ أنه لم يتناول مثلا على سبيل المثال المخفيين والمعتقلين في سجون الأحزمة الأمنية أو في الجنوب لدى قوات الإمارات، وأيضا المعتقلين لدى السلطة الشرعية، وأيضا المعتقلين لدى الفصائل العسكرية التي تقاتل مع الحكومة الشرعية أو بين قوسين تدين بالولاء لجماعات متطرفة. وبالتالي سنجد تقارب كبير فيما يخص الأرقام المتعلقة بالسجون الحوثية، ونحن حقيقة أصدرنا تقريرين، تقرير السجون السرية الأول وتقرير السجون السرية الثاني. وأعتقد الآن لدينا تقرير الأرض المنسية رقم 2 ربما يصدر على الأبواب، سيكشف أيضا عن منهجية سام في الرصد خاصة في مجال هذا الأمر. نحن لكل منظمة لها منهجيتها وتقريرها، وأعتقد الأرقام ستكون متقاربة ومتباعدة بحسب منهجية كل منظمة وتعاطيها مع القضية. لكن ما يمكن نؤكد عليه أن قضية المعتقلين تعتبر اليوم من أهم القضايا الموجودة على الساحة اليمنية، لتداخلها بالجانب الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والقانوني والحقوقي على حد سواء. نعم، إذن تكرم بالبقاء معي سيد توفيق. أعود للسيدة أسماء الراعي، عضو رابطة أمهات المختطفين. يعني سيدة أسماء، ماذا بشأن من توفوا داخل السجون؟ يعني هل تم الحصول على جثثهم وإخراجها من السجون؟ لكن بالنسبة للذين استشهدوا في الشرطة العسكرية من أبناء تعز إلى الآن ما زالوا محتجزين بثث ولا تأثرهم تحصل على الكثير. نعم، يعني أنت تحدثتين عن تعز، ماذا عن صنعاء وبقية المحافظات؟ هناك أشخاص توفوا بالسجون، هل تم الحصول على جثثهم؟ الإشكالية هناك من خرجت جثثهم وهناك من تبقت جثثهم ما زالت محاصرة من الموجودة عند الحكومة. نعم، طيب هل لديكم تواصل مع المنظمات الدولية وأيضا الجهات الرسمية في الحكومة الشرعية؟ نعم، معنا تواصل مع الصليب الأحمر، مع المنظمات الثانية، معنا تواصل مع نعم، يعني ما هي نسبة التجاوب ويعني ما الذي حقق من خلال هذا التواصل؟ إلى الآن لم نجد المراد تحقيقه من أزاء هذا التواصل، لكن نأمل إن شاء الله في الأيام القادمة وفي المشارع يعني الأزمنة الأوقات القادمة بإذن الله، خاصة بعد افتتاح الرابطة في صنعاء وبعدين في تعز التقارير التي نعم تجاوب أكثر اليوم من غيرهم.
نعم، إذن أشكرك جزيلا عضو رابطة أمهات المختطفين السيدة أسماء الراعي، كنت معنا من تعز. أعود لسيد توفيق الحميدي، يعني سيد توفيق، يعني ما هي السبل المتاحة أمام رابطة أمهات المختطفين حتى تتمكن من الخروج إلى دائرة الضوء تخاطب الرأي العام العالمي والمنظمات الدولية؟ لا، حقيقة رابطة الأمهات هي تقوم بجهد كبير، وأعتقد أنها أصبحت لديها صوت مسموع لدى المنظمات الدولية ذات الوزن الثقيل. لكن ما يجب أن نؤكد عليه على أن هذه المنظمات، سواء رابطة الأمهات المعتقلين أو غيرها من المنظمات، هي في النهاية منظمات. نعم. ليس لديها أي أدوات سياسية أو أدوات قانونية لفرض إرادتها، هي تقوم بالتوثيق لحفظ حقوق الضحايا ونشر ما يحدث أو ما يتم رصده وتوثيقه للرأي العام العالمي. ملف المعتقلين في حقيقة الأمر هو ملف أكبر من أي منظمة وأكبر من أي جهد على المستوى الوطني. هذا جهد يجب أن تتولاه الحكومة الشرعية بالدرجة الأساسية، يجب هي التي تحمل هذا الملف إلى أروقة الأمم المتحدة، إلى المقولات السياسية، إلى تستخدم كثير من أدوات الضغط عبر الوسطاء السياسيين والوسطاء الدوليين، لأن هذا الملف لا يحتاج لكثير من المزايدات. وبالتالي لا تمتلك الرابطة ولا تمتلك أي منظمة أي أداة ضاغطة يمكن أن نتحدث معها مع جماعة الحوثي أو مع غيرها من أجل الإفراج عن هؤلاء المعتقلين. يجب أن نكون واقعيين، هنالك معتقلين سياسيين وذكره تقريركم كمحمد قحطان والصبيحي، لا، هؤلاء لا يمكن الحديث عنهم إلا عبر مفاوضات سياسية معينة. هنالك أيضا معتقلين كثر بسبب أو لآخر. وبالتالي رابطة الأمهات أو غيرها من المنظمات هي تقوم بجهد توثيقي، تكشف الانتهاكات والفضائع التي تحدث لهؤلاء في السجون، تكشف السجون السرية التي يختفي فيها هؤلاء المعتقلين، تكشف أدوات التعذيب كما كان في قضية التويتي مؤخرا والتي أصدرنا فيه منظمة سام تقرير بعد تواصلنا مع بعض الأطباء، وأشرنا إلى أنه ربما يكون طريقة موت هذا الرجل تمت بصورة غير تقليدية، إما بعقار أو بسم معين يعني ظهرت على جسدي تلك الحمرة. وبالتالي يبقى عملية الضغط هذه تتحمله الحكومة الشرعية بالدرجة الأساسية، هي التي يجب أن تحمل هذا الملف. نعم. وتأخذه إلى الأروقة، إلى المنظمة، لأن لديها أدوات، لديها سفارات، إلى غير ذلك. وبالتالي هذا هو الواقع الذي يجب أن يفهمه الناس جيدا. نعم. إذن سيد توفيق، سأشرك معنا في النقاش، ستنضم إلينا عضو رابطة أمهات المختطفين السيدة أم أحمد من صنعاء. سيدة أم أحمد، مساء الخير. مساء النور. أهلا بك سيدة أم أحمد، يعني لو تحدثينا عن المستجدات لديكم بخصوص ملف المختطفين. لا يوجد في قضية المختطفين أو في ملف المختطفين إلا المزيد من الانتهاكات كما تعرضنا لذلك في تقريرنا الذي أشهر يوم أمس. المزيد من التعذيب، التضييق عليهم في السجون، الآن في السجن الأمن السياسي لهم أكثر من أسبوع وهم يمنعون الأهالي من زيارة أبنائهم، أيضا يمنعون إدخال الطعام إليهم، ولا يعلم الأهالي، يشعرون بقلق كبير أن يكون هناك انتهاكات تحصل في هذا الوقت، ولا يريد القائمون على جهاز الأمن السياسي أن يبلغ بها الأهالي أو تصل إلى ذويهم، وبالتالي يمنعون عنهم الزيارة ويمنعون عنهم التواصل بأهاليهم والتواصل بأي وسيلة تواصل مع العالم الخارجي. نعم. طيب هو واقع المختطفين. نعم. سيدة أم أحمد، يعني من خلال نشاط المنظمة على مدى أو الرابطة على مدى الفترة الماضية، يعني هناك أساليب بشعة في تعامل الميليشيا مع المختطفين والمحتجزين لديها، يعني هذا النشاط هل يعني جعل من الميليشيا لربما تخفف ولو بالقليل من تعاملها السيء تجاه المختطفين في السجون، أم أنها ما زالت مستمرة على نفس الأسلوب؟ الرابطة أقامت العديد من الوقفات الاحتجاجية والعديد من الأنشطة بهدف التعريف بقضية المختطفين، وليس بهدف الضغط على جماعة الحوثي من أجل تحسين ظروف الاحتجاج وغيرها. الرابطة تواصلت مع كثير من المنظمات مثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان، أيضا مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر،
بهدف أن تقوم هذه المنظمات بواجبها في الضغط على جماعة الحوثي من أجل تحسين ظروف الاحتجاج إلى أن يتم الإفراج عن هؤلاء المختطفين بلا قيد ولا شرط، لأنهم مختطفوا مدنيون اختطفوا من بيوتهم ومقر أعمالهم بدون أي مسوقات. هل حدث شيء بهذا الخصوص؟ نعم، حدث شيء في مسألة يعني تحسين ظروف الاحتجاز ومن خلال تخاطبكم مع المنظمات والجهات المعنية؟ لم نجد في الحقيقة صدى واضح لمثل هذه التحسينات، لكن نحن نأمل أن يكون في المستقبل أفضل. يعني ربما استجابة المنظمات لزيارة بعض السجون المسموح لها بزيارتها كالسجن المركزي فقط، يعني هو المسموح لها بزيارتها بالنسبة للصليب الأحمر، أما بالنسبة للمفوضية الثانية فذكرت لنا أنها لا تستطيع زيارة أي سجن ولا تستطيع الاطلاع على أوضاع السجناء في أي سجن. نعم، ومع ذلك لم تصدر بيانا بذلك ولم تصدر بيان إدانة لجماعة الحوثي أنها تمنعها من زيارة السجون والاطلاع على أوضاع السجناء. نعم، طيب يعني كيف تتعامل معكم الميليشيات في أنشطتكم في المناطق الخاضعة لسيطرتهم؟ كما ذكرنا في التقرير أن الرابطة قامت ب 62 وقفة في خلال العام الماضي، تعرضت منها 4 وقفات في العاصمة صنعاء وفي الحديدة أيضا للاعتداءات. طبعا الأنشطة التي تقوم بها الرابطة تحوطها السرية الشديدة لئلا تعرف بها جماعة الحوثي وبالتالي تقوم بالاعتداء عليها. ومع ذلك استطاعت الرابطة أن تكون هي بقعة الضوء الوحيدة التي ما زالت موجودة في أمانة العاصمة، وهي المنظمة الوحيدة التي لها حراك رافض لأساليب جماعة الحوثي والجماعة المسلحة. نعم، إذا ابقي معنا سيدة أم أحمد. أذهب لضيفنا توفيق الحميدي. سيد توفيق، يعني هل لكم تعامل وأيضا للمنظمات الأخرى مع رابطة أمهات المختطفين؟ يعني أنت حدثتني أن هناك آليات خاصة تتعلق بمنظمة سام للحقوق والحريات، لكن هل هناك يعني تعامل بأي صلة مع المنظمة من حيث الإحصائيات ومن حيث الأنشطة ما بين منظمة سام والرابطة؟ لا، نحن حقيقة لا، يعني يوجد لدينا تواصل مع بعض الفريق الخاص العامل في رابطة الأمهات المعتقلين، نتبادل بعض المعلومات، نتوثق أحيانا من بعض الحقائق التي تكون لدينا ونريد مزيد من المعلومات. يتم التواصل بصورة أو بأخرى، لأنه في النهاية الحقيقة التي نريد أن نصل إليها نبحث عنها من أطراف متعددة بما فيها رابطة الأمهات المعتقلين. وإحنا في منظمة سام خلال عام 2012 كان لدينا عريضة ضد قائمة 36، وكانت رابطة الأمهات أحد المنظمات النشطة من أجل تفعيل هذه الوثيقة لتصل إلى الرأي العام العالمي. نعم. وبالتالي عملية التواصل أعتقد بين المنظمات موجودة بصورة أخرى، وإن كانت لا توجد بروتوكولات معينة لكن هنالك تواصل ربما بصورة ليست مستمرة ولكن غير منقطع هذا التواصل إلى حد الآن. نعم، إذن سيد توفيق، يعني الواضح أن الرابطة يعني هي الجهة الوحيدة التي ما زالت تعمل في الداخل اليمني، يعني كيف يمكن مساندتها؟ حقيقة هذا الجهد الذي تقوم به رابطة الأمهات المعتقلين يحتاج إلى دعم داخلي أولا من قبل الأهالي بإيصال المعلومات بصورة أو بأخرى، أيضا من قبل الداعمين سواء الداعمين المحليين أو الداعمين الدوليين قدر الإمكان، حتى تستطيع هذه الرابطة استكمال مسيرتها وتحقيق أهدافها والاستمرار بأنشطتها بصورة كبيرة وأفضل من ذلك حتى يكون صوتها أقوى ومدوي على المستوى العالمي. وبالتالي هذه مسؤولية الجميع، أنا أعتقد اليوم هذه مسؤولية الجميع، لأن الرابطة تخصصت في
انتهاكات محددة، وهي رابطة وهي الانتهاكات المعتقلين لدى جماعة الحوثي سواء في العاصمة صنعاء أو بقية المحافظات. نعم، إذن أشكرك جزيلا مدير وحدة الرصد في منظمة سام للحقوق والحريات السيد توفيق الحميدي، كنت معنا من فيينا. أعود لضيفنا الآخر السيدة أم أحمد. سيدة أم أحمد، يعني نسألك هنا، هل لديكم تواصل مع المختطفين في السجون لنتعرف عن كثب على معاناتهم؟ الرابطة تمتلك فريق جيد من الراصدات، هؤلاء الراصدات يتواصل مباشرة مع أهالي المختطفين ومعرفة كل مستجد على المختطفين سواء من الانتهاكات التي تطالهم أو أي شيء يعني. وأحيانا يعني يقوم هذا الفريق أحيانا بزيارة السجون مع الأهالي والاطلاع والسماع من المختطفين أنفسهم عن الانتهاكات التي يتعرضون لها في السجون. نعم، ما هي يعني لو يعني توضحي لنا بعض صور الانتهاكات التي تمارس في حق المختطفين؟ الكثير من الانتهاكات التي تمارس في حق المختطفين، وكل سجن يتميز عن الآخر بانتهاكات يعني تختلف عن الآخر. يكاد يكون سجن الأمن السياسي هو السجن الأكثر انتهاكا لحقوق المختطفين، يمنع عنهم الطعام، يمنع عنهم الشراب، يقومون بالتعذيب بشكل مستمر، أيضا تمنع عنهم الملابس الشتوية والأغطية في فترات البرد الشديد، ويوضعون في أماكن باردة للغاية، مما يتسبب يعني بانتشار الكثير من الأمراض بالنسبة للمختطفين وخاصة أمراض البرد. حتى نعم. أنهم في الفترة الأخيرة سلبوهم حتى الملابس الداخلية ولم يتركوا لهم أي ملبس آخر غير بدلة السجن التي تعطى لهم، مع أن الأهالي يقومون بإيصال الملابس والأغطية بشكل مستمر لهؤلاء المختطفين. أيضا تمنع عنهم حقوقهم يعني حتى أبسط الحقوق التي هي التواصل مع الأهل، الزيارات أحيانا تمنع عنهم. نعم، ناهيك عن التعذيب بالوسائل التي ذكرناها وخاصة التعذيب في السجون السرية والأماكن الاحتجاز التي الغير معلنة التي يتعرض فيها المختطف في فترة الإخفاء القسري للتعذيب الشديد، وذكرنا ذلك في تقريرنا عدد من أساليب ووسائل التعذيب التي يتعرض بها المختطف الذي يحتجز في هذه السجون السرية أو حتى في السجون الرسمية في فترة إخفائه. نعم، إذن وضحت الصورة، أشكرك جزيلا عضو رابطة أمهات المختطفين السيدة أم أحمد، كنت معنا من صنعاء. مشاهدينا بهذا القدر نكتفي ونصل إلى ختام حلقة الليلة. أشكر ضيوفي من فيينا مدير وحدة الرصد في منظمة سام للحقوق والحريات السيد توفيق الحميدي، والشكر أيضا لعضو رابطة أمهات المختطفين أسماء الراعي كانت معنا من تعز، والشكر أيضا لأم أحمد كانت معنا من صنعاء. وفي الختام مشاهدينا تقبلوا تحياتي وتحيات معد حلقة الليلة زميل ماهر أبو المجد، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل، حتى نلتقي في حلقة قادمة. نترككم في رعاية الله.